لتسليط الضوء على القرارات الحكومية التي تسهم في تدمير الصناعة العراقية، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. أهلا بك دكتورة هداب. في البداية يعني وللوقوف على الظاهرة يدفعنا البحث إلى المقارنة، وهنا يلح علينا سؤال عن أوضاع الصناعة في العراق قبل الاحتلال الأمريكي وبعده، كيف كان؟ تفضلي. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. يعني هو من الموضوعات جدا المهمة اليوم هو نتكلم عن القطاع الصناعي، وكذلك نتكلم عن كيف هذا القطاع هو اللي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية. نعم. وعليه كان يجب للدولة أن تعمل على خلق المستلزمات الأولية حتى تخلق من خلالها تبيئة مناسبة لإصلاح الصناعة الوطنية ككل، وبالتالي تشجع المنتج المحلي وتقدم له الدعم لفترة ما، لأن لا يجب أن يكون الدعم لفترة طويلة من الزمن. يعني عادة إذا كانت الصناعة ناشئة يفضل لمدة 5 سنوات. إحنا هنا الآن في مشكلة هو إغراق السوق المحلية في العراق بالبضاعة المستوردة، وكما ذكرتم حضراتكم في تقريركم يعني أنه حتى بالنسبة للصناعات البسيطة أو اللي ممكن أن يعمل على إنتاجها العراق هي يتم استيرادها من الدول المجاورة، وبالتالي يتم إغراق السوق العراقي بهذه المنتجات. حتى قد تكون في بعض الأحيان هذه المنتجات غير جيدة رديئة، ولكن لانخفاض التكاليف وبالتالي مشكلة المواطن في الحصول على بضاعة بأسعار مخفضة إلى آخره قد يلجأ إلى الشراء إلى هذه دون أن يفكر بالشراء من بضائع أخرى اللي قد تكون جيدة ولكن قد تكون أيضا في نفس الوقت مرتفعة الأسعار. نعم. دكتورة هدى، بخلاف الضرائب، ما هي الأسباب التي أدت إلى انهيار الصناعة الوطنية العراقية بحسب متابعتك؟ نعم، يعني لاحظ يعني مجموعة أشياء كان يجب الدولة أن تتخذها، يعني عادة نطلق عليها بالحواجز الغير الجمركية، يعني تستخدم حمائية أي تحافظ على هذا المنتج المحلي الموجود عندها. الذي يحدث في العراق هي تمشي بسياسة معاكسة عن السياسة المتعارف عليها، يعني هذه الحمائية لم نجدها في المتبعة الآن في هذا الوقت من أجل حماية المنتج المحلي، بالإضافة إلى حتى سياسة الإغراق يجب أن نكون يعني أن نقف بالضد منها. هذه السياسة يجب أن تكون بمقابلها تشجع المنتوج الوطني وتعمل على استيراد مواد أولية رخيصة حتى تستطيع أنت أن تعمل على إنتاجها، ولا تغرق الأسواق يعني بالبضاعة الأجنبية أو البضاعة القادمة من الدول المجاورة. هذا يعني جانب. جانب آخر يعني أننا نلاحظ في مثل هذا الوقت يعني خاصة في هذه الفترة نلاحظ تراجع القطاع الصناعي بشكل كبير، كان حوالي يعني ناقص 22% في 2020 عن ما سبقت الأعوام السابقة، قد سبقت في الأعوام السابقة وصولا إلى 23% يعني من الإنتاج. هذا في يعني يشكل في الناتج المحلي الإجمالي 23% القطاع الصناعي يشكل. الآن ناقص 22، يعني كل ما أنتجناه حوالي 9% أو 1% في الفترات التي هي خلينا نقول بين 2020 و 2021. هذا الشيء غير لا يشجع على قيام اقتصاد صحيح، وبالتالي يكون جوانبه متفقة مع بعضها البعض، وبالتالي تراجع القطاع الصناعي سيؤدي إلى تدهور كافة القطاعات الأخرى. ذكرتي لطالما ذكرتي من جملة الأسباب الاستيراد دكتورة هداب، يعني هل كل البضائع المستوردة لا يوجد لها بديل في السوق العراقية، أم أن هناك دوافع وراء استيراد بضائع أوقفت مئات المصانع؟ نعم أكيد أوقفت كثير من المصانع، هنالك أعداد كبيرة قد تصل إلى 12,000 أو أكثر من ذلك مصانع متوقفة. نعم شجعنا القيام ببعض المصانع، ونعم هنالك محاولة لإدخال الاستراتيجية الصينية في ذلك وهي تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإلى آخره، لكن حتى هذه لم نستطع أن نعمل على تحقيقها. هنالك خلل في السياسات التجارية وخلل في يعني في إنشاء منظومة القطاع الصناعي بشكل صحيح، بحيث يأخذ هذا القطاع يعني
دور كبير، وبالتالي ينقض الاقتصاد العراقي عما هو عليه في الوقت الحاضر. هنالك بالتأكيد خلل كما ذكرتم في تقريركم، وبالتالي تشجيع استيراد البضاعة من الخارج أسبابها نرجع ونقول هي لتشجيع سياسات معينة لاتجاه دولة مجاورة، وبالتالي تراجع من صناعة البضائع العراقية. إلى سؤال جديد، يعني تسعى الحكومات إلى حماية المنتج المحلي من الإغراق بسن تشريعات تجيزها اتفاقية التجارة الحرة كما تعلمين، والتي تؤسس لتبادل السلع عالميا. السؤال هنا، هل سنت الحكومة الحالية مثل هذه التشريعات في ظل شكوى أو شكاوى الصناع من البضائع المستوردة؟ يعني نلاحظ احنا عندما نريد ان نعمل على حمايه الاسواق المحليه من البضاعه من الاغراق والبضاعه الاجنبيه المستورده من الخارج، يجب ان نعمل على تحقيق مجموعه اشياء. هي اولا ان نعمل على دعم الصناعه بنوعيتها وليس ايضا بجودتها. وبالتالي حتى لو استوردنا مواد اوليه مرتفعه الثمن، لكن يجب ان نستوردها بكميه كبيره، فبالتالي الانتاج على مزايا او نطاق واسع وسيكون ارخص، لانه المواد لو استوردناها بشكل كميه اكبر لكان ممكن ان نعمل على انتاج سلع او بضائع منخفضه التكاليف. الذي يحدث هنا، نحن نستورد مواد اوليه جدا مرتفعه التكاليف، وبالتالي ستؤدي الى زياده في انتاج ارتفاع سعر السلع المنتجه، لانه لا نمتلك الطاقه المؤسسيه بكل ما يحيط من ماء وكهرباء والى اخره. هذه المواد اللوجستيه التي تدخل في الانتاج لا نمتلكها بشكل صحيح، وبالتالي هذا الذي يحدث اننا اغرقنا ببضائع. نعم، اخيرا السؤال الاخير لكسب الوقت دكتوره هداب، يعني في ظل كل ذلك تصدر الحكومه في بغداد قرارا يقضي بالغاء الحمايه عن المنتج المحلي. السؤال هنا، كيف يمكن قراءة هذا القرار وتحت أي بند يمكن تصنيفه؟ تفضلي. نعم، يعني أكيد هذا القرار هو ليس صحيح، وبالتالي ليس من مصلحة القطاع الصناعي بشكل عام ولا القطاع بكل أنواعه سواء العام أو الخاص، وبالتالي اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى تراجع أكثر في القطاع الصناعي. لاحظ حضرتك احنا كنا نتوقع ان يكون الانتاج في 2022 الصناعي 5%، الان سيكون الانتاج الصناعي حسب ما هو متوقع 1.5%. اذا هذا 1.5% الذي سنعمل على انتاجه لا يتماشى مع التوقعات السابقه بسبب الاجراءات الحكوميه الغير صحيحه المتخذه في مجال القطاع الصناعي. الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.